الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، وعنكبل آبين آية كنتوني الصدح وصورة الأنعام. قال الله تعالى: إلهي بأوحل وكذلك السدى صوكلة فتنا وان امتحاني بعضهم ببعض ددك قارك ودبقارك كلان كو امتحاني ليقولوا سيأوي لهذان أهؤلاء مكواسو من الله عليهم إلهي ديقسيي من بيننا أنك نحظ يدا أليس الله إلهي ميان وهين ويهي بأعلم مذ وقب بذن بالشاكرين كو مهد نقيا. وإذا جاء كمرك كوي مادان نبي محمد الذين يؤمنون كو الرمين بآياتنا آياتها يقى مؤمنين ترمين يا مرك كوي مادان فقل وحات الى هذا السلام عليكم نبت قال يا دشي ان اهاتي كتب ربكم الهي نوح اسكو واجبي على نفسه نفتيس الرحمه نحريس بسكو واجبي وسصاري اذن كويدي نحريس انه ارنكوح ويا من عمل منكم قفك اذن كم بدها السمايه سوءا حمان بجهاله جاهل لمو السمايه السقع عاصيه ثم تاب توبتك إن إلهي ونغضى من بعده أنت حمانتا سمي كذب وأصلح وناتيا رنكيس فأنه غفور رحيم إلهي ندم بقول لا فيون حريصنا أيوه. وكذلك السداسان نفصل الآيات آياتها وعلى عدين نابو لهين ولتستبيل يسيا موقته سبيل المجرمين دم بيلياش الدريق وذي يتكوذ قل واحد إلى النبي محمد وإني أنيق نهيت وحل إيدي ذي أنا عبود دينا عابود الذين صنمياشة تدعون من دون الله أعابود إنسان أنت الله كالسكيس. قل واحد إلى هذا لا أتبع الراعي معي أهواءكم ربيتان دين قد ضللت والله ما يدبني ما إذن هدان راع ربيتان كين وما أنا من المهتدين أنا وقت جاك من مده كوه نصن. قل وحات لا إني على بينة أنا قد دين عدبان كغس وقناها من ربي إلهي حقيس وكذبتم إذن كنوا بانسان إلهي ما عندي أكتا إذا ما أهان ما تستعجلون به عذابك آددك سنيسا إن الحكم إلا لله وآنك إياك لصارك إلهي باله يقص الحق حق إلهي عضينيا وهو خير الفاصلين عذو حك لصارت إساق أوناك بضن إلهي. الكاورة وحي نصاء رقني يضر رب سبحانه وتعالى وحسي لمن قالها يدين لا ويالها وأولياء ذي إلهي كالضبان عي وراد قريا ودعايدين يحق ريا مركا وحا وحسي امتحان ذا الدنيا ذين كمتاي دادك انسلا الله يسود دبان لغو إذا ما ميت بكو ابتلايسية قال كي وحا وكو ابتلايسية هاي مؤمن كيو وكانوا إلو حق رابو اسكو داية حوق إيا حولا ولا يدرادي مركا قف كا مؤمن كا وحا لدونا يا إنو ربك كاكا غاي منا يكو صبرا إلا يسيقا لفتي سوا فتنايسية قال كي نوا كو فتنايسية هاي وقال لي مخصي كرور سنايا ويسيقا لفتي سحمانتو أولياء دا إلهي وقيستو دا إنكاري أفادي وحاوقا كرد يوم دباتو. وكذلك فتنا بعضهم ببعض تذكر مواعينك قال وقال لقوا ابتلاي فقير كي يقنيو بالقبان كي يقفك عيده هو يسكو ابتلاي سين قفك عافماتك قبايا كعذرها وقاي عذر كقبا هو يسكو ابتلاي سين قفك أود له هي كضعيف كا قف والأرض إيراد له هي كالإيراد وكم قين مركز سنة الدنيا ذي تاسي النقطي سيدا سيتاين للاقب صداه صبر لأوغاده وقفك وحي لغو ابتلايه أوغي هاي نكو امتحاني هاي أنا كفشل من وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون قاركين بقارك كلاوحا نكرق نكوا أنا كو ابتلاينا ما يدي صبر بول هاي فتنة وانو صبر لسو على سياد وقلنا تيشا قاعدة وحي ونعكس لمن قال هذا وحي ليهن هدي وحي يديني من أي سواك سواقع مدد كان مساكين تا
ayaan mudnaynayn maal iyo madaxtinimo midnaba lahayn ayuu ilaahay diin siiyey ahaa ulaa'i manna allahu calayhim min baynina manigu waa deeqda iyo gallada kuwaasuu ilaahay deeq iyo gallad siiyey soo kuwan addoommaha soo kuwan ducafada ah sidee buu ilaahay ugu mannaysanayaa diin iyo wax iyo cilmi ma dhacaysa bay dhahay waa kuwii odhan jireen miyaa lagu soo dejiyey qur-aanka calaa rajulin min alqaryatayni cadiim nin weyno odayaasha ka mid ahoo labadan qaryadood ka mida maka iyo daa'if waa xasadka waalkuu ibliis cidhibtiisu ay ku gooday ilaahayna wuxuu ku jawaabay rabbi miyaanu ogeyn kuwa mahadnaqaya mee u ogyahay taa macnaheedu waxa weyaan aayadda ka fahmaynaa waxa had iyo jeeran mudan deeqda ilaahay inuu helo qofka alla u mahadnaqaya ee diinta ugu mahadnaqay ee deeqda alla ku mahadnaqay kaasaa mudan inuu kororsiime iyo sharaf iyo wanaag ba ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid marka masina alkaafir washaakir qofka gaalka ah iyo ka mahadnaqaya ka mahadnaqayaabaa istaahila deeqdan ilaahay ilaahayna looma sheegayo ka in uu diin siiyo oo uu ka dhigo mid fadilan oo dheeraad leh ilaahay looma tilmaamayo marka ayaddu waxay ammaanaysaa shukriga lagu mahadnaqo diinta ilaahay iyo waxyiga iyo cilmiga lagu mahadnaqo waxay aayaddu ammaanaysaa awliyada ilaahay ee mu'miniinta ah waxay aayaddu inoo sheegaysaa waxa dadka lagu qiimeynayaa inaanu ahayn waxaan gaaladu ay wax ku qiimeynayaan xoolahooda iyo muuqaalkooda iyo madaxtinimadooda iyo maalka halkaasay ka galeen qiimayntu halkaa maaha kol haddaanu iimaan lahayn intaaba ha haystee wax tirsan maaha وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم نبي قفرين تأسال فرو وحال يدد اسكما جريه الله يقانك إلهي آياته رميسنا سودوي مركي كوي مادان سلامك لهرتك رسول كان صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وقال ذي كشيغان أدومو يفقراء iyo kuwa itaal darana hoose iyo kuway ku tilmaameen ilaahay wuxuu leeyahay kuwaas waa kuwa mudane markay ku yimaadaan salaan ku waajah iyo soo dhoweyn nabiguna calayhi salaatu wasalaam asxaabtaa markuu la fadhiisto wuxuu odhan jiray ilaahay baa mahad leh ummaddayda ka yeelay qaar uu ifaray inaan la fadhiisto ilaahaasaa mahad leh ilaah waxaa leeyay wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum dadka alla yaqaanka ee ilaahay caabudaya naftaadu yay ka santaagine la fadhiiso oo xejiso ilaahay baa mahadle buu odhanay marka intuu u yimaadaa buu nebigu la fadhiisan jiray uu soo dhoweyn jiray calayhi salaatu wasalaam abuubakar baa asxaabtaa qaar ka mid ah muranyaro dhex maray mararka qaarkood markaasuu arrintii nebiga u sheegay rasuulkuna waxa uu yidhi miyaad ka cadhaysiisay raggaa iyaga abuubakarow haddaad ka cadhaysiisay ilaahay baad ka cadhaysiisay abuubakar waa kii cararay iyagii u tegay iska muslaxay yidhaahdeen mee waxba dhibinama dhex marin waxaad halkaa ka arkaysaa aayadda aynu ka faa'idaysanaynaa kale dadka had iyo jeer awliyada ilaahay ah ee diinta iyo dhaqanka wanaagsan lagu tuhmayo waxay leeyihiin duco waxay leeyihiin soo dhoweyn waxay leeyihiin ka farxin laakiin colaad xaq uma leh kataba rabbukum calaa nafsihi araxma ilaahay baaba isku waajibiyey inuu kuwaa u naxariisto siyaabu ugu naxariisanaya waxaa ka mid a qofka dembi sameeya inuu ka dhaafo qofkooda simbiraraxda ila caadaysta maaha gaal ma aha ilaahay ma dafirin aayadihiisii ma diidin bushaaradu waxa weeye intuu ku wanaagsan yahay khayr buu ku leeyahay waxa uu ku gafana ilaahay wuxuu u ballanqaaday inuu naxariis kula dhaqmu ka dhaafo man camila minkum suu'an bijahaala ka asxaabtiinna iyo saalixiinta iyo mu'miniinta ka mid ahe xumaan sameeya isagoo jaahilnimo daraaddeed u samaynaya toobad la yibaada arrinkiisa wanaajiya ilaahay wuu u naxariisanayaa wuu u dembi dhaafayaa marka taas waxay tilmaamaysaa naxariista ilaahay waxa ehelu ah oo mutaystay cidda ilaahay ka amar qaatay haddaba hadduu qofkani suu'an iyo xumaan sameeyey isagoo jaahil ah miyaan loo cudur daarayn ilaa waati had iyo jeer jahliga waa laysugu cudur daari jiray maya iminka jahliga halkani waxay culimmadu leeyihiin waa
mid la xiriira uun xagga bacsiya inuu ku dhacay qofku isagoo waxaan wuxuu sameeyey u kasaya haddana waxaa lagu sifeeyey inuu jaahil yahay sababta loogu sifeeyey waxa weeye qof kasta oo cilmiba ha lahaadee caasi noqdaa waa jaahil waayo cilmigu dee wuxuu keenayaa inuu qofku ku camal falo kol hadduu ku camal fali waayey waxaa loo tixgelinayaa inuu jaahil yahay caalimba ha ahaado sidaasaa sifadaa jahliga loo raaciyay waxay aayaddu xusaysaa ilaahay marka naxariis laga helayaa waxa weeye xumaanta markaad ka xun tahay xumaanta waad samaysay marka waa inaad ka xun tahay waa inaanad ku sii adkaysan inaad ka soo noqotaa waa in haddaad wax kharibtayna aad hagaajisaa oo isbeddel naftaadu samaysa shuruudaha eeg waa towbadda uma taaba min bacdihi waaslax marka xumaantii buu qofkii ka soo noqday waana ka xun yahay wixii uu kharibayna uu hagaajiyey waxaa kaloo rabbi uu xusayaa subxaanahu wa tacaala wakadalika nufasilu laayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin nicmooyinku ilaahay dadka siiya waxaa ka mid ah ammaanta uu ku leeyahay inuu ilaahay ugu mahadnaqayno inuu ina siiyo waxyi ina saxaya oo ina hagaya oo ina hanuuninaya oo aan lagu marmarsoonayn maanaan fahmin wakadalika nufasilu laayaat ilaahay baa xil qaaday inuu waxyiga isagu inoo soo dejiyo inoona caddeeyo way jiraan qawaaniin way jiraan kutub la sheegaya inay dadka qaarkood haystaan la fahmayn zaya luqluuta oo hor iyo daba aan kala lahayn oon la fahmayn laakiin waxyigan cid ku cabata inaanay fahmayn ma jirto qolo walba luqadeeda marka loogu fasiro way fahmayaan wuxuu ilaahay ujeedo subxaanahu wa tacaala taasina waa deeq ilaahay deeq iyo fadli alla weeye wakadalika nufasilu laayaat nin gaaladii mustashriqiintii reer kanada ka mid ahaa ayaa waqti aan fogeyn wuxuu faafin jiray diinta kristan commission buu ahaa markii dambe uu soo noqday qur-aanka inuu daraaseeyo kadibna wuu baadho wuxuu isku dayay bal inuu ceeba ka helo baadhitaankii wuxuu la galay waxaanu filaynin oo xaqaa'iq ah inuu arko markii dambe wuu islaamay ninkii waxyaabaha ay soo jiitee sabab igu ahaa islaamnimada waxaa ka mid ahaa buu waxaan arkay kitaabkan qur-aanka ee nebi maxamed lagu soo dejiyey oo aanay ku sheegnayn cawaatifkii iyo dareenkii uu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam aanay ka muuqanayn arrin nebiga la tacaatufayso oo si gaara ugu hiilinayso qur-aanka ka muuqanaysa ma jirta buu leeyay xagga dareenkiisa marka la eego waayo lagama hadal buu yihi markii hooyadii dhimatay markii aabihii dhintay markii xaasaskiisu ay qaar dhinteen waxbaha lagama hadal buu sidoo kale magiciisa afar jeer buu ku sheegan yahay buu Muxammed halka nebi ciisena 25 jeer uu ku sheegan yahay buu waxaan arkay buu yidhi iyadoo qur-aankii uu sheegayo suurad loo yaqaano suuratu Maryam Maryamna dee iyagu iyo ciisena aad bay weynaynay halka aan lagu sheegin buu yidhi suurad Caaisha iyo Faadima suurad Caaisha iyo Faadima loo bixiyo dee xaaskii nabiga inantiisii ma jirta buu laakiin suuratu Maryam waa soo helay buu iyo nebi ciise siduu qur-aanku u qadarinayay waxyaabaha aad ii soo jiitay waxaa ka mid ahaa buu yidhi inuu qur-aanku taxaddi ka dhigay oo dhaabad laga dhigay uu ilaahay yidhi bal ka baadi doona wax iska horimaada ka soo hela afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kahiira hadduu qur-aanku cidaan ilaahay ahayn agtiisa ka iman lahaa khilaaf baa laga heli lahaa marka macnaheedu waxa weye bal khilaaf ka raadi oo ka soo hela si aad taa ugu sheegi karta cidaan ilaahay ahayn inaa keenta waxyaabahaasoo dhan kolka aan isu geeyey waxa ii caddaatay buuraan soo helay waxa kaloo xaqaa'iqan cilmiga iminka la daraaseeyo ayaan ku arkay buur iyada oo dee casri la joogay aan tignolojiyadi iyo horumar iyo qalab wax lagu baadhaaba jirin xaqiiqooyin cilmiya oo hadda saynisku sheegayo ayaan ku arkay buur in waxyi uu ka sii waramayo oo uu ka mid yahay ilmaha caloosha ku jira oo uu ka mid yahay kownkan iyo isbedelada uu sameeyey waxaasoo dhan markaan isu geeyey waxa ii caddaatay buuri halkan been ka raadinayay aan islahaa bal hadda wax aad ku qabsato qur-aanka aad ka heshid inaan ku qancay inuu xaqii yahay
إلهي وكان سيدي بانو أيو سرق الداعي دينت إسلام كدت كوجي أرا لنا ضاد كوي وكي ما ساحب بدي سيا هاي كريستن كساس إلهي سبحانه وتعالى ووحي جيس مر والبا وأنا أقول لي أصاب بندقية وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وحكرا يدنا وحوينا سيدا إلهي وحي جيه وناقي سوناقو عديم دنبيل ياش دريقو ذا إيا حمان تستميينا إنو إلهي صوبان لغو أسواحي فايدة كتهي لبار رمودين لغو عدي يوا مهم وحي حق إيا وحي باطلة إنقو لدور كاسين قادنا إنو حقنا وين نسكرب تاقي إنو أي نفاف إنو أي نوهيل إنو سبيل المجرمين وين نعضينه فرق وين بين لي سبيل المؤمنين يا سبيل المجرمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين شيت كي مؤمنين تهايا واكا إلهي رالي أخي سبيل المجرمين تنبيل ياش الطريق أذنا واكا قد حايا مصابير تهايا لان اللي إيدي مركا إلهي كعريسيني سبحانه وتعالى إذا مركا مؤامرها مجرمين تمروا البسداء إلهي وعطينا يوين لعطيه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وحتى لأنك وحل إيدي إذا إنا نعابدك وعابدين أن إلهي هين قل لا أتبع أهواءكم هو ذي نراعي معي إذن هدان راعي وأنا وما أنا من المهتدين وعيت الماميسا قفك مؤمن كاهي إنو يهي ميت كنو المبدئي سحقا وكنا عضانا إياه هنونك إلهي وهنوني يبوك قرع سيها كنا عضانا إياه أو كفر حسيها وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بولي أنقو وحا آز عابدين أن إلهي أهين وأنك سهر كذا وحكلا آيادو أي عطينا إسا قال وحا عابدين والربيتان كيس ولا أتبع أهواءكم دين ماها والربيتان قفكو هدو ما أنت وحن رب برهنة وحكالو ربايا ما أنت هدو وحن عابدين برهنة وحكالو عابدين إذا مركا الدين لقو ما شاقي كرائه وحلقو شاقي كرائه الربيتان كالنفط نقفك هقامني قل إني على بينة من ربي وكذبتم به وتاين شيغي نو قف هيست دينتي عديد الهي او كان سبحانه وتعالى وحد ضعيف نمين عس نمكو دين الان نو بخو وحد ضعيف نمكو دين تا دبينده حق اها عد ديدي ان ادو بادل كيسه كراعده لبدن اسبربردي اني على بينه من ربي وكذبتم به انو دين عد بان كسب له ددكي قنعينيس يدينك وا ديده يدينكنا دين بادل هيستان marka inaan ki baadilka hayay ee xaq diiday anigu baadilkiisa ku raaco ha ka yaabin sida looga baahan yahay dadka muslimiinta ah aqliga waxa uu ku faraya ka ilaahaaga diiday ee sharciigaaga diiday intaan cilmiba la gaarinba inaan adigu daba cararin inaan adigu tanaasulin inaan adigu isu daciifinid ما عندي ما تستعجلون به وحي تلمامي سنبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى هاي وحي وكل ربينا يا إنو مر والبا كو أغاد أو وديس عذاب كا أدد جسنة سنة نوغو مهايو إلا يقا أولن شري عذاب كا كان هدو شروانو شرين مركا أنوغو مهايو لي وحانا هين مشي أغان أيو حكم كا إلهي با إسكال حق نوو عدي عدو حكال سارتنا إساق أوفي عام مرك أودها إله إله علي هذا قلنا أنت أتكو أكتها يوم ضع عده مرك السلاح سام مواقف تيجي مبادئه أي أكل عديهين وقفك مسلم كايوحي وكل نولية يوحي كل مني يوحي أهل جمي أنت بوي قانا الله سبحانه وتعالى أعلم.